وعايز اشكر كمان زميلنا عمرو عزت النهارده هو اللي جاب لنا كل الفيديوهات الخاصه باسوان. عمرو شاطر في فيديوهات حلوه قوي قوي قوي، فرحه أوي. جميله ويستاهلوا بجد اسوان. وعمرو هو اللي قال لي، قال لي فريق اسوان الفريق يمكن الوحيد في الدوري كله نزل الموسم بس يا كابتن وطلع تاني. يعني هو مش ينزل طلع تاني، وطنطا طلع تاني، مش اللي هو بينزل يا كابتن مدحت وخلاص انساني، لا بالظبط تحس ان لازم موجودين في الدوري الممتاز. الف مبروك لجمهور اسوان وشعب اسوان كله. وانا على فكره سعيد جدا 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 بصوت اسوان. اه والله كان باين على حضرتك وانت بتقدم أوي. الافراح بتاع نادي اسوان طبعا. يعني كنت طبعا مبسوط طبعا. اسوان بلدي بلدك. طبعا اسوان بلدي، فالواحد كان سعيد جدا. وانا مبسوط جدا ان هم طبعا عندهم الاصرار، والسنه اللي فاتت نزلوا والسنه دي طلعوا. صحيح. فدي حاجه تحسب للاداره ومجلس اداره، المحافظ كمان بيساعدهم بشكل كويس، لعيبه على مستوى عالي. اسوان دايما عايزينها تبقى في الذكرى دايما. ان لو رجع التاريخ اسوان هي مصر، فدايما احنا يعني ليها الاحترام والتقدير، وان شاء الله تبقى دايما موجوده في الدوري ودايما بتسعد جماهيرها وشعبها ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. وشيء بالشيء يذكر ايضا، لازم اوجه الشكر برضو للزملاء بسام ابو بكر ومحمد القاضي على مجهود كبير جدا الحقيقه عملوه النهارده، ودوما يعني المجموعه كلها الحقيقه يعني ما بنديهمش حقهم، لازم اسمائهم تتقال قدام الملايين. طبعا طبعا, طبعا.